أما بخصوص رهانات ما بعد كورونا، أولا نرجو الله أن يرفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل، أن يرفع عنا هذا البلاء، نسأله دائما ونتودد إليه أن يرفع هذا البلاء عنا، فهو وحده القادر على رفعه. نحن نبذل جهدنا كل من جهته، صاحب الدعاء بالدعاء، وصاحب المختبر بالمختبر، وصاحب التوعية بالتوعية، وصاحب السلطة بسلطته، وصاحب الدعوة بدعوته، والأب في أسرته، والكل في عمله، الكل مجند، ولكن ما يتجاوز قدرة الإنسان الله تعالى يتكفل به ويهيئه. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عنا. ما بعد كورونا أظن بأن الناس لابد أن يتأثروا أفرادا ومجتمعات وشعوبا وأمما. فعلى مستوى الأفراد من طبيعة الحال لابد أن يترك الأثر، لابد أن تحضر يعني الحيطة والحذر في معاملاتنا، في تواصلنا، في لقاءاتنا، لابد أن يزداد الحرص على النظافة والحرص على حفظ الصحة والانتباه إلى يعني إلى المخاطر التي تهدد الاجتماعات البشرية وتؤخذ فيها الحيطة والحذر. ولكن أنا أقول بأن الأفراد ليسوا سواء، الأفراد منهم ومنهم، منهم من سيتعظ وسيستقيم في أخلاقه وفي معاملته، ومن الأفراد من سيكفر بذلك يعني يرجع إلى عادته القديمة، وهذا طبيعي تاريخيا. عندما تأتي ظروف معينة من الناس من ينتبه ويستفيد من الدرس ويعتبر، ومنهم من لا يعتبر وكأن شيئا لم يقع، وهذا يعني نتوقعه. على مستوى المجتمع أيضا، النخبة المثقفة والقيادة السياسية، أظن أن سيكون هناك تأثير، لا بد أن يكون تأثير على مستوى المثقفين والمجتمع عموما. لا بد من الاهتمام، يعني إعادة الاعتبار، الاهتمام بقضايا معينة، لا بد من مراجعة مجموعة من الأحكام ومجموعة من الاهتمامات. والإنسان وهو يستأنف عمله لا بد أن يرتب فقط أولوياته كما قلت. ثانيا على مستوى السياسي أيضا، هناك قيادات سياسية في العالم لابد أن تعيد الاعتبار يعني للإنساني وللأخلاقي وللنافع في المجتمع، وتصرف الجهد إليه، وهذه يعني القيادات العاقلة. وقد نجد من السياسيين من أيضا كالأفراد من لا يهتم، من يعني يستأنف يعني عمله ويجعل أصبعه في أذنيه ويستغشي ثيابه ويصر ويستكبر استكبارا. فإذن الناس ليسوا سواء، سواء كانوا أفراد أو دول. ملاحظة أخرى أنه أخلاقيا كما لاحظنا الآن، خلت الشواطئ وخلت الشوارع، يعني تطهرت، لا تكاد تجد في الشاطئ يعني مسخا ولا وسخا، ولا تكاد تجد في الشوارع يعني تضايقا ولا حوادث سير ولا مشاجرات بين الناس ولا ضجيجا، بمعنى سكت العالم وسكنت الأشياء وهدأت الطبيعة، ويعني لما انصرف الإنسان، فالإنسان تبين أنه هو سبب هذا الضجيج، سواء كان ضجيجا نافعا أو ضجيجا ضارا، لكن الإنسان هو الذي يعني يكسب ذلك، هو الذي يفعل ذلك. فإذا نرجو أن يكون عالم ما بعد كورونا عالما أنظف، وعالم أكثر أخلاقا، وعالم أكثر اهتماما بأولوياته الصحية والمدنية النافعة للإنسان. نرجو أن يكون العالم القادم عالم يهتم أكثر بالإنسان، يهتم بصحته، يهتم بدينه، يهتم بأخلاقه، يهتم بحفظ حياته. ونرجو أيضا أن ينتبه الناس إلى أولوياتهم فيعيدون ترتيبها، ترتيب الأسرة واهتمام بالمدرسة واهتمام بالصحة، وهذا ما ننتظره ما بعد كورونا إن شاء الله.